تنضم معي عبر الهواء مباشرة السيدة لينا قنوع، محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي من دبي. مرحبا بك سيدة قنوع، وأبدأ معك من التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية. أيضا على الرغم من توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، لكن الذهب نوعا ما متماسك بشكل جيد، نبحث عن الأسباب وراء ذلك. اهلا بك. بدايه بالفعل يعني الفدرالي الامريكي سوف يقوم بتجديد السياسه النقديه، هناك توقعات على الاقل برفع اسعار الفائده هذا العام 3 مرات، وربما هناك تصريحات من الرئيس التنفيذي جي بي مورغان انه يكون في رفع لاسعار الفائده ربما 7 مرات، اقل شيء ربما الرفع يكون لاسعار الفائده 3 مرات من قبل الاحتياطي الفدرالي الامريكي. لكن هذا الشيء طبعا يبقي الضغط الهابط على اتجاهات أسعار الذهب، وشفنا بعض التراجعات الآن. طبعا التراجعات اللي عم نشاهدها هي بسبب عم نشوف مؤشر الدولار الأمريكي شوية ارتفع، وارتفع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت بشكل كبير اليوم لأجل 10 سنوات. نحن عم نتحدث عن ارتفاعات سواء لأجل سنتين بارتفاعات بأكثر من 1%، وأيضا عوائد سندات العشر سنوات ارتفعت بأكثر من 1.83%. فهناك تسعير للسوق بأن يقوم الفدرالي الأمريكي بالفعل بتجديد السياسة النقدية وبرفع أسعار الفائدة. لكن لاحظنا أنه الذهب شوي عم نشوفه عم ارتفع في بداية الجلسة وجلسة أمس، وهو أنه بس عم يستفيد أنه من أنه الأسواق عم تسعر أنه يبقى التضخم فترة أطول، ونتيجة ارتفاع التضخم أنه نشوف عم يبقي ارتفاعات لو بنطاقات جانبية وضيقة على أسعار الذهب. لكن الاتجاه الهابط متوقع أنه يستمر. عندنا مستويات نفسية مهمة هي 1800 دولار للذهب، ونحن نعرف أنه الذهب دائما يعتبر أداة تحوط من مخاطر ارتفاع التضخم، وبالتالي شفنا كيف التضخم بشكل عام مرتفع حسب مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية ب7%، شفنا في منطقة اليورو 5%، شفنا في التضخم ببريطانيا بأكثر من 25%. ويمكن شفنا بعض الارتفاعات اللي شفناها ممكن اليوم نرجحها انه اسا المخاوف من متحور اوميكرون وتاثيره على النمو الاقتصادي عم بيبقي هي التحركات الجانبيه، لكن فعليا هو الاتجاه هابط لان مؤشر الدولار الامريكي تسعير في رفع اسعار الفائده الامريكيه، ارتفاع عوائد سندات الخزانه الامريكيه عم تخلي انه نشوف انه كيف انه ممكن نشوف تراجعات اكثر على او اتجاه هابط على اسعار الذهب. طيب أسعار النفط مستمرة بالصعود هذا اليوم، وحتى وصلت يعني إلى مستوى قبل 7 سنوات، هل يمكن أن تحللي لنا أسباب الصعود بأسعار الخام إلى هذا المستوى؟ إذن مشاهدينا يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيدة لينا، ويبدو أنها عادت من جديد. سيدة لينا مرحبا بك مجددا، قد سألتك عن أسعار النفط، أسعار النفط مستمرة بالصعود هذا اليوم حتى وصلت إلى أعلى مستوى في 7 سنوات، هل يمكن أن تحللي لنا أسباب الصعود بأسعار الخام إلى هذا المستوى؟ بالفعل أسعار النفط ارتفعت لمستويات الأعلى منذ 7 سنوات، هناك عدة أسباب يعني أدت إلى هذا الارتفاع، سواء الذي حصل الأوضاع الجيوسياسية بسبب يعني ميليشيات الحوثي التي ضربت يعني منشآت هي قريبة من مطار أبو ظبي في الإمارات، هذا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. وأيضا لا ننسى أنه نحن عم تتغاضى أي متحور أوميكرون، لأن متحور أوميكرون هو أقل تأثيره أقل من المتحورات إذا قارناها بالمتحورات السابقة سواء متحور دلتا أو أي متحورات أخرى. إذا رجعنا إلى
يعني هناك إذا تحدثنا عن نقص الإمدادات بالفعل، يعني هناك مخاوف بالفعل من نقص الإمدادات، بالإضافة نحن عم نتحدث عن تعافي الطلب العالمي على النفط وربما يعود إلى مستويات ما قبل جائحة الكورونا. إذا نظرنا إلى المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت لعدة أسابيع، نتحدث آخر التقارير بحسب المخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية نحن نتحدث عن 4.6 مليون و600 ألف برميل يوميا، وإذا نظرنا إلى المخزون التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية نحن نتحدث عن 413 مليون برميل يوميا وأقل من متوسط 5 سنوات، يعني بواقع نحن نتحدث عن تقريبا عن 8%. وإذا نظرنا إلى طبعا المخزون البنزين هي أقل طبعا من 3%، فهي الأسباب عم تخلي أنه أسعار النفط عم نشوفها على ارتفاع، لا أستبعد ارتفاعات أكبر من ذلك على أسعار النفط، على النفط لا ما عم نشهد إغلاقات اللي شهدناها بإغلاقات السابقة، فهناك تعافي في الطلب العالمي على النفط، وكما ذكرت تأثير متحور أوميكرون أقل تأثيره من المتحورات السابقة، فبالتالي كل جميع هذه العوامل عم تدعم أسعار النفط. ولا ننسى أن سياسة أوبك هي برفع الإنتاج تدريجيا بواقع 400 ألف برميل يوميا، هناك بعض البلدان غير قادرة أن تقوم بهذه الزيادة، فهذا عم يحصل على توازن بين العرض والطلب، فبالتالي مش زيادة كتير كبيرة، فبالتالي عم تخلي أن هذا الشيء عم بيدعم أسعار النفط نحو الارتفاع. طيب لو تحدثنا يعني عن الفارق السعري بين سعر النفط منذ الخروج تدريجيا من جائحة كورونا إلى وصوله إلى سعره اليوم، وأنت تتوقعين صعودا في الأسعار، لو تحدثنا عن إمكانية الاستفادة من هذه الفروقات الكبيرة والفرق الكبير في السعر، كيف يمكن لدول ضعيفة اقتصاديا تعتمد على النفط اعتمادا كبيرا مثل العراق استثمار هذا الفرق في أسعار الخام؟ نعم، تقصد عفوا العراق كيف تستفيد؟ أنا أقصد الدول الضعيفة اقتصاديا أو التي تعتمد على النفط في اقتصاداتها كالعراق مثلا يعتمد على النفط بنسبة أكثر من 95%، كيف يمكن لمثل هذه الدول أن تعتمد على أو تستفيد من الفارق السعري في أسعار النفط؟ نعم، يعني هلا أي بشكل عام أي دول تعتمد على النفط كمورد أساسي، يعني من أحد الموارد الأساسية ومنتج النفط، له فائدة إنه سواء في تحسين ميزانيتها، فأي ارتفاع لعوائد لأسعار النفط سيحقق عوائد، طبعا العوائد النفطية لها دور، خاصة نحن بنشوف كيف الدول الخليجية بتعتمد على أسعار النفط طبعا في ميزانيتها، فأسعار النفط لها دور أساسي في تحسين مردودها في تحسين دخلها، وخاصة له تأثير كبير على الميزانية، وخاصة للدول اللي بتعتمد على أسعار النفط. يعني بالمقابل الدول اللي عم تستورد النفط، فهو غير من مصلحتها طبعا انه يكون في ارتفاع لأسعار النفط، لكن هو نحن نحقق عملية توازن سواء بين العرض والطلب، وتكون مفيدة للدول المستهلكة وأيضا لدول المنتجة للنفط. الآن لو تحدثنا عن الدولار، ما هي توقعاتك لحركة الدولار خلال الفترة القادمة؟ بالنسبة طبعا لمؤشر الدولار الأمريكي، نحن عم نشوف انه كيف المتداولين بلشنا نشوف كيف تسعير رفع أسعار الفائدة، كما ذكرت انه من قبل الفدرالي الأمريكي بتجديد السياسة النقدية، وهناك عدد من البنوك المركزية الأخرى ربما أيضا تقوم برفع أسعار الفائدة، وهذا يلقي الاختلاف والتباين في مؤشر الدولار الأمريكي، ممكن نشوف انه الدولار الأمريكي مرتفع أمام عملات أخرى مثل اليورو والين الياباني، وايضا متراجع بالنسبه للعملات الاخرى، او عفوا عملات اخرى مرتفعه امام الدولار مثل الجنيه الاسترليني، لان الجنيه الاسترليني هو قام برفع اسعار انجلترا المركزي قام برفع اسعار الفائده في اخر ربع بالربع الرابع من عام قام بالربع الاول عفوا برفع اسعار الفائده بعشر نقاط اساس، فبالتالي متوقع انه يكون في اجتماع المقبل ممكن ان يكون يستمر في تشديد السياسه النقديه، وخاصه عم نشوف انه بيانات ايجابيه عم
اقتصاد بريطانيا، ليس بالتعافي الكامل ولكن هناك تحقيق بعض البيانات الاقتصادية، وخاصة أن التضخم وصل بشكل كبير كما ذكرنا بأكثر من 15%. نحن عم نشوف التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بحسب مؤشر أسعار المستهلكين 7%. هي الارتفاعات الكبيرة في التضخم عم نرجح أنه يكون في تسعير في السوق لرفع أسعار الفائدة، وخاصة بمارس أذار يعني بعد إنهاء برنامج شراء برنامج شراء الأصول اللي كان بالغ 120 مليار دولار. حتى ينتهي فبراير الأمريكي من برنامج شراء الأصول سوف يقوم برفع أسعار الفائدة. ونحن بنعرف كمان أنه عم نترقب الأسبوع القادم اجتماع الفدرالي الأمريكي، رح يكون بالخامس والعشرين والسادس والعشرين من يناير، وهناك عم بيكون أنه ما في توقعات أنه يكون بأي تجديد السياسة النقدية وبرفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، لكن رح يبقي على خط برنامج شراء الأصول أخذين بالاعتبار أنه يتحدث عن أي تجديد للسياسة النقدية رح يبدأوا في مارس آذار. فلهذا السبب عم نشوف مؤشر الدولار الأمريكي عم بيرتفع، عم نشوف عم كيف الأسواق عم بتسعر ذلك، وشفنا كيف من خلال عوائد استرداد الخزانة الأمريكية، فبالتالي مؤشر الدولار الأمريكي ممكن يرتفع ويحقق ارتفاعات، لكن إذا نظر لازم نكون أخذين بالاعتبار ماذا ستقوم البنوك المركزية الأخرى من بنك إي تي إف المركزي، بنك المركزي الأسترالي، البنك النيوزيلندي حول تجديد السياسة النقدية، لأن عم نشوف إنه التضخم أيضا مرتفع تقريبا بمعظم بلدان العالم، فممكن نشوف اختلاف وتباين بالنسبة للدولار أمام عملات، وأيضا يكون مرتفع أمام عملات ومتراجع أمام عملات أخرى. طيب ماذا عن يعني قرار المركزي الصيني بخفض الفائدة؟ هل سيزيد هذا القرار من الضغوط على اليوان؟ طبعا قرار البنك المركزي الصيني امس بخفض اسعار الفائده بالقروض متوسطه الاجل ب 10 نقاط ب 2.75%، يعني هي خطوه بنعتبرها من اجل زياده التحفيز. نحن بنعرف انه الاقتصاد الصيني طلعت نمو الاقتصاد في الصين في الربع الرابع امس في اخر البيانات بنمو تقريبا 4%، يعني يعتبر أعلى من التوقعات، لكن بشكل عام ما زال في تباطؤ إذا ما قارنا بالربع السابق من يعني الربع السابق من العام ربع من العام السابق إذا ما تمت المقارنة. فبالتالي بالتالي إنه هناك يعني ذلك الخطوة الذي قام ببنك الشعب الصيني أو بنك المركزي الصيني هو خطوة إنه ما زال هناك يعني مزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد الصيني. لا ننسى إنه الاقتصاد الصيني هذا التباطؤ اللي عم نشوفه بالنمو الاقتصادي سواء بمتحور أوميكرون، أزمة إيفرغراند العقارية، وأيضا عم نشوف انه الانفاق الاستهلاكي قل، طلعت مبيعات التجزئة طبعا اقل من التوقعات ب 7 و10%، اذا نظرنا الانتاج الصناعي ممكن يكون افضل من التوقعات، فهناك تباين في البيانات الاقتصاديه القادمه من الصيف. فبالتالي يعني احنا عم نشوف انه اذا نظرنا الى التضخم في الصين ايضا 1.5%، يعني اقل من اللي عم بيستهدفوه البنوك المركزيه الاخرى 2%، مقارنه كما ذكرنا بالفدرالي الامريكي عم نشوف انه 7%، باوروبا 5%، ببريطانيا 5 و10%، فكل التضخم مرتفع بشكل كبير. الصين انه ما في شيء بخوف انه حتى لو قاموا باستمرار بالسياسه التحفيزيه وبالاجراءات التحفيزيه، لان التضخم ما زال عم نشوفه 1.5%. بالنسبه لليوان الصيني، نحن عم نشوف انه اليوان الصيني ما زال اتجاه صاعد امام الدولار الامريكي، وشفنا من مايو 2020 ما زال اتجاه الصاعد. نحن بنشوف انه البنك الشعب الصيني او البنك المركزي كل يوم بيحدد سعر صرف اليوان الصيني. ما بنقدر انه نحكي عن انه نقول انه اليوان الصيني مثلا نتحكم انه اليوان الصيني يعني مرتبط بالبنوك المركزيه وايضا بالاداء الاقتصادي، لاني في تحديد لسعر اليوان الصيني بشكل يومي، لكن في تصريحات اذا بالمقابل احنا عم نشوفها من البنك المركزي الصيني انه هو داعم لاستقرار اليوان، وبالتالي سيحافظ على سعر صرف اليوان، وبالتالي انه البنك المركزي الصيني لديه ادوات سياسه نقديه
تخلي انه يعلم يعني باستقرار سعر اليوان في الفتره القادمه. فبالتالي بنك الصين الشعبي اذا شاف انه في انه عم بدأ غير مرتاح لارتفاع سعر صرف اليوان، لأن سعر صرف اليوان بيأثر على الصادرات، فبالتالي ممكن نشوف إنه يلجأ لأدوات سياسية للتخفيف من حدة ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي. لماذا خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022؟ نعم بالفعل، يعني البنك الدولي خفض توقعاته إلى 4.1 مقابل كانت توقعات 4.13%. طبعا نحن لازم وقت نتيجة أولا تأثير متحور أوميكرون سبب من الأسباب أو تأثير الكورونا بشكل عام، في عنا تباين في سواء أن نحن عم نتحدث عن السياسة الاقتصادية، عدم المساواة بين الدول النامية، ايضا يعني عدم تكافؤ الفرص الاقتصاديه بين الدول الناميه هو سبب ايضا من الاسباب. التضخم المرتفع بشكل كبير هذا ايضا بياثر على النمو الاقتصادي، فبالتالي بتوقع انه البنك الدولي قام بهذا التخفيض وارجع لهذه الاسباب، تخفيض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي، لاني ما في تكافؤ بالاقتصاد وبالسياسه الاقتصاديه او النقديه بين الدول النامية إلى وأيضا غير هناك بعض الدول عم التضخم مختلف وبين دول ودول أخرى. طيب، لكن من جهة أخرى بنك اليابان أيضا رفع توقعاته للنمو التضخم في 2022، كيف لبنك اليابان أن يتوقع مثل هكذا توقع والبنك الدولي يتوقع عكس ذلك؟ بالنسبة لبنك اليابان صحيح؟ بالضبط، أتحدث عن أن بنك اليابان سيدة يعني قنوع تراجع أو يعني خفض توقعاته أو رفع توقعاته للنمو في 2022 وأيضا التضخم على عكس ما توقع به البنك الدولي. نعم، بالفعل يعني بنك اليابان المركزي السياسة النقدية يعني هي جاءت كما هو متوقع، رفع توقعات النمو الاقتصاد في اليابان، أيضا رفع توقعات التضخم إلى 1.10%، نحن عم نتحدث من 0.9%، نحن عم نتحدث أنه ما زال التضخم في اليابان منخفض نسبيا، ورفع توقعات النمو الاقتصادي لأني بلش اقتصاد الدول العالم يعني بالرغم من في تباطؤ بالنمو الاقتصادي لكن بلشنا نشوف التعافي الاقتصادي، يعني هناك اليابان ما زالت مستمره في اجراءاتها التحفيزيه لدعم النمو الاقتصادي العالمي وعفوا لدعم نمو اقتصاد بلادها، فبالتالي عم نشوف كيف انه ما زالت الاجراءات، انا بتوقع الاجراءات التحفيزيه راح تستمر في اليابان، ما زال نحكي حتى لو رفعوا ل 1.10% هو يمكن اول خطوه بيكون بيرفع توقعات بنك اليابان المركزي منذ عام 2014، فبالتالي كل هذه يعني هناك يعني دليل انه بعض التعافي الاقتصادي العالمي، لكن ما زال بنك اليابان المركزي بحاجه الى مزيد من الاجراءات التحفيزية وراح تستمر، وهناك في ضخ من التريليونات بخطط الانفاق من اليابان بالين الياباني لدعم اقتصاده. بالفعل المتضرر من جائحة كورونا وخاصة متحور أوميكرون أثر على اليابان وفي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان، وربما يكون هناك
إجراءات وقيود من اليابان للحد من انتشار الإصابات، لكن بحد ذاته هذا الخبر ورفع توقعاته يعني يظهر أنه سياسة التحفيز لها أثر كبير في دعم اقتصاد اليابان، ولا أستبعد المزيد من السياسة التحفيزية ودعم الاقتصاد الياباني، ولا أرى أنه راح يكون في تجديد للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي الياباني في الفترة القادمة، لأنه ما زال اقتصاد منطقة اليابان يعاني من آثار جائحة الكورونا. طيب كيف ستتعامل البنوك المركزية لمواجهة الاتجاه التصاعدي للتضخم؟ طبعا نحن عم نشوف التضخم عم بيرتفع بشكل كبير، واي علاج او يعني لنعالج التضخم هو انه يكون في تجديد للسياسه النقديه، هو برفع اسعار الفائده، هو الحل الوحيد لكبح ارتفاع التضخم. الولايات المتحده الامريكيه راح تقوم برفع اسعار الفائده في مارس، راح نشوف انه كيف انه حتى البنك المركزي الاوروبي ربما يكون يخفض من برنامج شراء السندات، وهذا راح يكون يعني عم بيكبح ارتفاع التضخم. راح نشوف انه كيف البنك انجلترا ممكن يقوم ايضا بتجديد السياسه النقديه، وبنوك مركزيه اخرى لكبح ارتفاع التضخم. لا ننسى انه التضخم ارتفع بشكل كبير نتيجه عم نشوف ازمه سلاسل التوريد سببت، وارتفاع اسعار الطاقه بشكل كبير خلى انه في ارتفاع التضخم بشكل كبير. لا ننسى الحزم التحفيزيه التي تم اطلاقها بتريليونات الدولار لها اثرها، وعم نشوف كيف التضخم بمعظم البلدان بتركيا بارتفاعات كبيره للتضخم، لكن البنك المركزي التركي عكس يعني البنوك المركزية الأخرى عم بيقوم بخفض أسعار الفائدة بدل من رفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع التضخم. متوقعين مثلا التضخم في تركيا يرتفع أكثر من ذلك، لأن سياسة أو علاج التضخم هو أنه بتجديد السياسة النقدية أو برفع أسعار الفائدة. أشكرك جزيل الشكر سيدة لينا قنوع، محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من دبي، على كل هذه الإجابة. شكرا جزيلا لك. We'll be right back.